إحنا هلأ هيك بلشنا نسجل، نتحدث عن فكر الشرق. هاي الجزئية يعني لما بنحكي عن فكر وحضارة، إحنا هون بنتحدث عن الفكر اللي في مناطق مختلفة من العالم. فممكن نحكي الفكر في الشرق أو الفكر في الغرب، ممكن نتحدث عن الفكر بالمعنى الثقافي والحركة الفكرية والحركة الفنية والأدبية، ممكن نتحدث أيضا عن الديانات وهي جزء من الفكر. طبعا مش الديانات فقط السماوية، وكيف الإنسان يتعامل مع هذه الديانات سواء كانت سماوية أو وضعية. طبعا في هذا الجزء لما بنتحدث عن الشرق نذكر أهم المحطات مثل الهند على سبيل المثال، واللي كانت سائدة فيها الحضارة الهندوسية أو عفوا الديانة الهندوسية. يعني الحضارة في الهند كانت من أهم سماتها أنها تتسم بالديانة الهندوسية، هي كانت تعتبر أقدم الديانات اللي كانت معروفة في العالم. وطبعا هاي الديانة زي ما أنتوا بتعرفوا في عليها كتير للأسف يعني لغط، أو في مرات أخطاء شائعة بتكون لبس وتداخل بين الأفكار والديانات المختلفة. هلا هي معروفة في قدمها، بس هي ما بترتبط بشخص معين، نقول إنه فقط تعود لهذا الشخص بالنسبة للديانة الهندوسية. هي بالنسبة إلهم للهندوس هي عبارة عن نظام. هذا النظام إذا بدكم نفكر في هذه الطريقة أو المنظومة، شارك فيها أعداد كبيرة من الشخصيات. إذا في يعني عشرات وأكثر من العشرات الأعلام أو المفكرين أو الأسماء اللي الشخصيات اللي شاركت في صياغة هذا النظام، فهو عبارة فعليا عن تراث ديني أو تراث فكري على مدار العصور تراكم وإلى أن يعني تبلور وصار عندنا ما يسمى بالديانة الهندوسية. طبعا من أهم سمات هاي الديانة الهندوسية إنها بتآمن بتعدد الآلهة، فهن عادة بيرفعوا الحيوانات لمستوى القداسة، يعني هن كأنهم بيقدسوا الحيوانات، بيعتبروها جدا مهمة. مثل البقرة على سبيل المثال تعتبر آلهة، أهم الآلهة عندهم أيضا الإله براهما، هذا الاسم تذكروه جدا مهم، لأنه تطورت الهندوسية في موضوع الآلهة من أسماء، من مثلا من عندك البراهما اللي هو الإله خالق الكون، اللي هو بتكون من بسموه ثالوث مقدس. الثالوث المقدس اللي هو عبارة عن براهما الخالق اللي هو خلق الكون، وفي عنا اللي هو الفيشنو اللي هو حامي حما الكون وراعي الكون طبعا، وفي عنا شيفا اللي هو إله الدمار. يعني زي كأنه تخيلوا في عنا ثلاث أجزاء أو ثلاث ثالوث مقدس، من البراهما اللي هو الخالق، بعدين عنا الحامي للكون أو الراعي للكون، وفي عنا الآلهة الدمار اللي هو نهاية العالم. يعني فإذا نحكي براهما وبيشنو وشيفا. طبعا هدول طبعا المنقول عن البقرة هي واحدة من الحيوانات اللي يعني عبدوها أو يعني أعطوها صفة الألوهية، بالإضافة للثالوث اللي إحنا حكينا. طبعاً الهندوسية بتآمن بفكرة كتير يعني يمكن سمعتوا عنها، اللي هي تناسخ الأرواح أو بنسميها reincarnation، اللي هو إنه الجسد لما يموت الروح ما بتموت، بتبقى خالدة، وهاي بتنتقل من جسد إلى آخر، يعني تحل في جسد آخر. وهاي يعني من أهم مبادئهم في الهندوسية، وصايا أخلاقية كمان. يعني احنا نفهم انه مش اذا كانت الديانة لا تؤمن بالاله الحق اللي احنا بنآمن فيه، هلا في سواء في الديانات السماوية لا يعني ذلك انه ما عندهم مش اخلاق، لا. بدنا نحكي عن الهندوسية ونحكي عن الهودية بعد شوي. فالهندوسية عندهم مبادئ اخلاقية، من اهم وصاياهم اللي تورد في كتبهم انه لا تؤذي كائن حي، يعني حرام قتل او إذاء اي كائن حي، قول الصدق مثلا كثير مهم، عدم السرقة، هاي من الوصايا، لا تسرق، لا تؤذي، لا قل الصدق مثلا، اضبط شهواتك ورغباتك،
ويعني بمعنى سيطر عليها أو تحكم فيها. وعش طاهر يعني بمعنى أنه بعيدا عن الرذيلة. طبعا زوجة الإله شيفا اسمها ليما، اللي هي تعتبر الأم المقدسة. وطبعا تقديس الحيوانات بمنظورهم، ليش هم يفكروا بتقديس الحيوانات؟ لأنه كانوا يعتقدوا من منظورهم اللي هو تناسخ الأرواح، إنه الأرواح بتحل فيها، يعني روح الآلهة بتحل فيها، وبالتالي من هون كان لابد من حمايتها وتقديسها. طبعا نتذكر أهم التعاليم الأخلاقية اللي هي دعت لها الهندوسية في سلوكهم المعروف قديما، اللي هي قيم القناعة، موضوع الصبر يعني التأني والتحمل، موضوع ضبط النفس، التقوى، حتى التحرر من الغضب. هاي كلياتها كانت يعني من أهم السمات اللي كانوا يركزوا عليها في أخلاقياتهم الديانة الهندوسية. طبعا الهندوسية لهم عدة كتب، من أهم الكتب كتبهم المقدسة اللي هي الفيدا اللي هو البرناس. طبعا هدول أهم الكتب اللي كانوا، في كتب أخرى بس هاي أحشرها. الفيدا يعتبر من أقدم النصوص الدينية اللي يعني لا تزال حية في العالم، يعني بساتهم الهندوس بيستخدموها وبيعودوا إليها في صلواتهم. وبهذه الفيدا بتلاقي تراتيل وصلوات، وبتلاقي عقائد، وبتلاقي شروحات، وهو بيجسد يعني مش بس التفاسير، كمان الفكر الهندوسي بتفاصيله. طبعا بالإضافة للهندوسية في عنا اللي هي النسخة، ما يسمى بالنسخة المعاصرة للهندوسية، اللي هي الغاندية، نسبة إلى غاندي. غاندي يعني شخصية جدا مرموقة ومعروفة، هو جدد الرؤية الهندوسية، رؤية الدارما أو اللي هو سماه النظام الأخلاقي الهندوسي. طبعا في هذه الرؤية جمع الفلسفة، فلسفة القيم التقليدية اللي كانت سائدة هذاك الوقت. كثير اشتهر غاندي على سبيل المثال، يمكن سامعين فيه قبل هيك، باللاعنف، اللي هي فكرة non violence، الوصول إلى الحل من دون استخدام العنف، يعني بالسلم، بالحالة السلمية. طبعا استخدم أيضا موضوع فكرة الحقيقة، إنه هي الأساس للفكر والحركة الاجتماعية والسياسية الجديدة اللي نشوفها. وتأثروا طبعا الهندوسية في موضوع اللاعنف والسلام بالفكر الغربي، وخاصة بالمسيحية اللي إحنا بنعرف إنها هي قائمة على فكر المحبة والسلام. طبعا اعتبر هو انه الحقيقة والحب هن اهم قوتين في الحياة او في العالم، اللي من دونهم ما بتقدر انت الا انك تأثر على حياة البشر بالطريقة السليمة. فهو اضافة لإيمانه بفكرة اللاعنف، كمان كان يآمن بالمساواة المطلقة بين البشر بغض النظر عن الفوارق الموجودة. فهاي كانت نقطة كتير يعني في الهند في الوقت السابق كانوا يعني يتصعبوها، لأنه أنتوا بتعرفوا المجتمع الهندي حتى الآن مبني على يعني طبقات وفوارق كبيرة. فهذا يعني غاندي حاول أنه يكسر هاي القيود ويعمل حالة من المساواة بين البشر وقائمة على المحبة واللاعنف. طبعا غاندي بيشوف أنه الإنسان هو دوره في أنه يكتشف حقيقة الوجود. سوري شباب، وحقيقة الوجود هي خالدة بس الإنسان لازم يكتشفها، وهذا الإشي بيكون بقهر مركزية الذات وشهواتها. يعني بمعنى أنه لما الإنسان يبطل يرتكز في كل شيء من منظوره لذاته وتركيزه على شهوته، بصير يطلع إيش للآخر، بصير يفهم الحياة أكثر، بيطلع يعني بياخذ أو بيكتشف الحقائق بشكل أفضل إلى أن يوصل للوجود الخالد. طبعا هذا الشيء ما بيتم الا من خلال تنميه الحب العميق للاخرين ومحاربه الشر، ليس بالشر، الشر بالحب وبالرحمه والتراحم. وهنا هو تاثر مره ثانيه بقول بالفكر المسيحي، اللي هو كان قائم على المحبه والرحمه والتسامح ومحبه الاخر والسلام. هلا غاندي تأثر كمان في تربيته الهندوسية والتراث اللي كان سائد بهذاك الوقت. التراث الهندوسي جدا عريق، خاصة فكرة اللا أذى،
مش الأذى، اللا أذى، اللا عنف، أوكي، اللي هي بسموها الأهمى، والسلوك المستقيم أو المهذب بنظرهم، اللي هو اللي بيرفض أي يعني فعل سلوكي غير أخلاقي من منظور الهندوسية، مثل مثلا بيحرموا أو بيحظروا، يعني بيرفضوا التدخين، بيرفضوا أكل اللحم لأن بيعتبروه هو التعدي على كائن حي، فهذا مرفوض. طبعا بيرفعوا من قيمة الصدق لأنه له دور كبير، لما يكون الإنسان صادق كيف هو بيثير الحب والمحبة، المحبة الصادقة، وهذا الحب هو اللي قادر على أنه يحول مسار القلب ويغير طريقة الإنسان بحياته وبسلوكه. طبعا هو استنتج يعني في أشياء مشتركة، خلينا نقول، بالإنجيل في المسيحية وفي الجيتا الهندوسية، اللي هو موضوع الحب وأهمية الحب، إنه هو الأساس في تغيير النفس. يعني التغيير بيكون بالمحبة وليس بالكره والعنف، إلا لا يكون إلا بالسلام. وهذا الإشي المشترك بين الديانتين. هلا في هذا الوقت كمان نقدر نقول إنه أثناء عمل غاندي في جنوب أفريقيا، أفكاره صارت أقوى، دعمت، صار في يعني اهتمام أكثر عنده في منظومة فكرية، إنه يعمل هو منظومة فكرية تقوم على مبادئ، هاي المبادئ القديمة مثل الدارما، اللي هي اللي بتعني الاستقامة، الاستقامة الأخلاقية يعني أو الخلقية، وعندك الأهمة اللي هي اللا أذى. فإذا هو بركز على الأخلاق بمعنى الاستقامة أو النزاهة، وموضوع اللا أذى أو اللا عنف، دمجهم مع بعض واستفاد من التعاليم الموجودة في الديانات السماوية، خاصة مثلا في الصوفية، لما بنشوف من الصوفية فكرة الزهد، عند المسيحية كمان فكرة التسامح والمحبة، استفاد منهم. ويعني هدول كمان في الفكر الغربي ركز عليهم أحد المفكرين اللي هو تولستوي، اللي هو صاحب فكرة السلام في العهد، خلينا نقول في العصر يعني حديثا، معروف تولستوي كتاباته في السلام. فركزت على الحب، ركزت على اللا عنف، وركزت على أهمية الخدمة والعمل اليدوي، إنه بمعنى يعني مثلا المسيحية تقوم على فكرة الخدمة دائما، فكرة السيرفس هاي تعتبر جزء من العبادة، والعمل اليدوي إنه ما بتقلل من قيمته إنك أنت بتعطي من وقتك في عملك اليدوي. طبعا هذا سهل على غاندي إنه يستفيد من هدول الأفكار، يوصل جهود النخبة هدول المتعلمة، ويوصلهم يتواصل مع الفلاحين اللي كان بيتعامل معهم أكثر، وحتى الحرفيين اللي هن أصحاب المهن اليدوية، وحتى المنبوذين اللي كانوا بهذاك الوقت، اللي كانوا يعتقدوا إنه يعني هاي الطبقات وكانوا يحاربوها وما يعطوها يعني كرامتها الإنسانية، فهو لا، كان بيحاول يتواصل مع الكل ويقوي هذه الروابط بالمحبة والسلام واللاعون. هلأ كمان اعتقد غاندي إنه الإنسان عليه إنه يبقى بشكل دائما يعني يقظ، إنه يتسلح بالحب والمحبة. هذا الإشي بيتجلى بالإله وبيتجلى في الحقيقة، إنه الإله هو الحقيقة، هو المحبة، هو كلية المعرفة أو كلية المحبة. طبعا اعتبر إنه العنف تعبير عن الخوف، يعني أي واحد بيلجأ للعنف معناها هو عم بيستخدم العنف كأداة حتى يغطي خوفه، وعم بيعبر عن غضبه اللي بنشأ من هذا الضعف، وبيحاول إنه يعوض ذاته بطريقة ما، بس بطريقة سلبية. هلا احنا بنعرف انه العنف ما بيزيد الانسان او المجتمع الا عنف، يعني دائما العنف بيولد عنف، العنف ما بيولد سلم ابدا، فهو بيعطيك عنف وبيعطيك مزيد من الضعف، بعكس الحب اللي بيقوي الذات والاخرين وبيعطي مزيد من المحبه. طبعا الديانه الاخرى اللي بحب نتحدث عنها اليوم اللي هي البوذيه. طبعا البوذية كانت في جنوب شرق آسيا، الهندوسية في الهند، أوكي. هلا البوذية في جنوب شرق آسيا اللي هي بتعتمد على فكر وشخصية كتير مهمة عندنا، اللي هو بوذا، ومعنى الاسم، اسم بوذا اللي هو المستنير.
فهو عبارة عن قديس، نحكي عن قديس كوتاما سيدهارتا، هيك اسمه. هو كان مؤسس فكر البوذية والديانة البوذية، وتم تسميته ببوذا لأنه هو كان مستنيا، يعني هي زي كأنها صفة لهذا القديس. طبعا هاي الديانة الآسيوية كانت معروفة قديما، هي كانت جدا منتشرة في هذه المنطقة. في طبعا بيعتمدوا على نظام فلسفي واضح، بيقسموا الفلسفة لقسمين. فلسفتهم هناك ما يسمى بالبوذية، بوذية النيرفادا. النيرفادا اللي هي بيستخدموا لغة معينة اللي هي لغة بالي، بيتمسكوا كتير بنظام الرهبنة اللي هو موجود في المسيحية عن بعض الطوائف، لحتى يوصلوا، الغرض منها انهم يوصلوا لأعلى درجات في رقيهم الروحي، بعيد عن الشهوات والجسديات والعالم الأرضي. طبعا أتباع المهايا اللي هي حركة إصلاحية تعتبر تجديدية في البوذية، كانوا بيستخدموا لغة أخرى اللي هي اللغة السنسكريتية، واللي هي تعتبر اللغة الهندية القديمة. إذا هاي خلينا نقول القسمين، نيرفادا والمهايا. والبوذية تعتبر يعني طريقة في منتصف خلينا نقول الطريق ما بين الزهد المطلق اللي ممكن يعني يتصف فيه الإنسان والشهوات بشكلها المطلق، فهي تقريبا in between بالنص. يعني فعليا هي بتعني العيش بالسكينة، اللي نسميها نيرفانا، مش نيرفادا، نيرفانا. أوكي، النيرفادا اللي هي كانت البوذية قسم أو فرع من الفروع البوذية اللي كانت بتركز على الرقي الروحي والرهبنة. كمان النيرفانا اللي هي العيش بسكينة أو الأمان والسلام. طبعا هاي البوذية يعني ما اعتبروا بوذا بمثابة نبي أو رسول، هن ما بيقولوا هيك، هن بيقولوا أنه هو مجرد رجل مستنير، يعني إنسان عادي عنده فكر مستنير، أو بهذا ممكن يعني إذا بدك ترجم الكلمة ما يعادل كلمة ولي، يعني كأنه ولي من الأولياء، أولياء ولي اللي هو عنده موقف محايد من وجود أو عدم وجود الإله. يعني كان البوذا كأنه بيسأل هذا السؤال، هو مش متأكد هل الله موجود أو غير موجود، فهو كان عنده موقف محايد، ما أعطاش جواب لا نعم ولا لا، فكان كل تعاليمه بتتحدث عن كل شيء إلا هاي النقطة. فإذا بوذا دعا، نقدر نقول نلخص بمبادئه إلى أربع مبادئ أساسية سامية، وهي تعتبر الأساس في أي معتقد بوذي. الأول اللي هو منع نشوب الشر، يعني إذا كان في أي مشكلة بدها تصير وتؤدي إلى شر، هو كان دوره في إنه يمنع هذا نشوب الشر، وبالتالي اللي هو زي اللي بيعادل الآن في السياسة اللي هو الردع، ردع الحرب، اللي هو حفظ السلام وبقاء السلام والتخطيط من أجل السلام وصنع السلام. أوكي، النقطة الثانية اللي هو التخلص من الشر، إذا كان في شر حاصل كيف بدنا نتخلص منه، تمام؟ وأيضا صناعة الخير وتطوير الخير، إذا زي كأنه عم نحكي صناعة السلم وحفظه أو تطوير الخير. هاي الأربع مبادئ أساسية، إذا اللي هو منع نشوب الشر، يتخلصوا من الشر ويصنعوا الخير ويطوروا الخير، هاي أربع مبادئ. هلأ الحقائق الأساسية في إبعاد الألم عن ذات الإنسان اللي حكى فيها بوذا تتجسد في مبادئ أساسية، أهمها موضوع سلامة الرأي، يعني بمعنى التركيز الأساسي على سلامة الرأي وسلامة العيش، وأيضا سلامة الجهد وسلامة التركيز وسلامة النية وسلامة القول وسلامة العقل، سلامة كل ما تعي به، يعني بمعنى التركيز على مبدأ السلام والسلم، تمام؟ وإبعاد الآلام بكل أشكالها في الحياة، سواء بتحكي في رأيك أو في عيشتك أو في جهودك اللي بتقوم فيها وحتى في نواياك وقولك وعقلك، كل الآلام نبعدها.
هلا عشان هيك بتلاقي البوذيين دائما هيك متصالحين مع انفسهم. تحولت هاي البوذية بعد بوذا صارت، يعني تعرفوا لما بيروح الشخص المسؤول بتصير التركيز أكثر على القيم، على المنظومة الأخلاقية، ولكن تحولت لديانة إلها تقاليدها ووضعها وطقوسها الخاصة. تمام؟ هلأ الأهم التعاليم البوذية، إنه البوذية بتعتمد على أركان أساسية، أهمها قداسة بوذا نفسه، يعني هو بمثابة قديس. موضوع الرحمة اللي هو العمل والواجبات اللي يقوموا فيها البوذيين حسب قوانين الطبيعة، والسانغا اللي هي أنه كل أتباع بوذا وحراس ديانته وشو الدور اللي يقوموا فيه. وبعدين نتذكر أنه البوذية يعني تعتبر الطبيعة هي بمثابة الإله، عشان هيك احنا بنقول كثير كانوا يركزوا مثلا قبل بالهندسية على الحيوانات، لا إله آخر مفارق لها، يعني ما في إله تاني أبدا، الطبيعة هي الأساس. والبوذي بيصير كأنه بشكل مستقيم ومتصف مع الطبيعة، يعني الطبيعة كيف تتطور هو بيصير يعبدها، وبالتالي هو بالنسبة له الطبيعة هي الأساس هي اللي بتحركه. فلأنهم ما بيؤمنوا بالإله فهن بالتالي ما بيؤمنوا بالغيبيات، بس بيؤمنوا بالتناسخ الأرواح زي ما حكينا، اللي هو حلولها في جسد بعد الموت، واللي هو جسد الحيوانات كما عند الهندوس. أوكي؟ بس غيبيات ما بيؤمنوا فيها. هلا الكونفوشية وهي الديانة الثالثة خلينا نقول، تعتبر يعني بمثابة فلسفة أخلاقية، وهي لها يعني بالفكر تتسم بنزعة إنسانية، يركزوا على إرشاد الفرد حتى يحقق الخير والسعادة بشكل أساسي، وبيعتمدوا على جوهر الإنسان. وهاي جذورها الكونفوشية بترجع لوين؟ للإصلاح والحكم الصيني واللي كان فيه بذاك الفترة الكونفوشية. بالنسبة لكونفوشيوس، أوكي؟ هلا من أهم مبادئه اللي هو جن جي جي إي إن، اللي هو مش جين، جن هو مفهوم مركب معناه يعني إذا بدنا نحلله كل ما يتعلق بالقيم، قيم الفضيلة، خاصة قيم الفضيلة الإنسانية، الإحسان مثلا، الحب، الخير والطيبة، هاي كلها اللي مأخوذة من الفكر المسيحي على سبيل المثال. موضوع التركيز على القلب أكثر من العقل كطريق أساسي للفرد حتى يكون هو إنسان حقيقي، إنه أوكي بيحن العقل ولكن القلب هو الأهم، ويعني التركيز على المشاعر والأخلاق والقيم، وهذا اللي هلأ العلم النفس بيحكي فيه أكثر، اللي هو الـ EQ مش الـ IQ. طبعاً مفهوم بنتد حتى يصير يركز على مبدأ المطلق، فكرة المطلق لفعل الإنسان وكيف نتعامل مع الآخرين ضمن مفهوم معين، خاصة مفهوم تشونغ اللي هي معناها يقظة الضمير، وعندي تشو اللي هو إيثار، يعني بمعنى تطبيق مبدأ من مبادئ المبادلة، خاصة اللي هي يعني الآخرين بنعاملهم بالطريقة اللي بيحبوا إنه إحنا نتعامل فيها. لازم إحنا دائما نعامل الآخرين بالطريقة اللي إحنا بنقبل أو بنحب نتعامل فيها. هاي فكرة المبادلة، يعني زي ببادلك في المنفعة، زي ما أنا بدي تتعامل معي زي ما أنا بحب أنت تتعامل معي، وهكذا أتعامل معك. طيب هلأ إذا حكينا الجن اللي هو المركب اللي بركز على، حكينا الفضيلة والإنسانية والإحسان والحب والخير، أيضا نسينا نحكي اللي هو حكينا عفوا عن تشونغ اللي هي يقظة الضمير. أوكي، يقظة الضمير، يعني إحنا بنحكي إذن عن الحب، بنحكي عن يقظة الضمير أو الضمير الإنساني، وبنحكي عن شو اللي هو الإيثار، الإيثار وحب الآخرين أكثر مما إحنا نرى في حياتنا، أو يعني من ضروري إحنا نقابل محبة حتى نعطي محبة. طبعاً هذا بالنسبة لتشونغ اللي هو الضمير. وفي عندي اللي مقصود فيها الحكيم، اللي هو الشخص الحكيم،
اللي هو اتباع آداب معينة اللي هي آداب المجتمع، نشوف شو قواعد السلوك في هذا المجتمع، ومنشوف إذا يعني شو الإشي اللي بيجسد هذا الجن في الليل، اللي هو إنه يكون أكثر حكمة. هذا العرف اللي بيحل محل القانون المكتوب حالياً، بيجمع كل الأنشطة اللي لها طابع اجتماعي وديني حتى، وبيركز على ممارسة الأعمال الطقوسية اللي لها طابع اجتماعي يعني مفيد، وخاصة دعم وتطوير الجن. طبعاً نيجي لولاء الأبناء اللي بسموه هسياو. هذا في ولاء الأبناء احنا هون بنركز على ضرورة يعني توقير الأبناء للوالدين، يعني بمعنى كيف الأولاد والأطفال يهتموا بالوالدين وبمحبتهم للوالدين وانتمائهم الشديد للعيلة، استمرارية احترام العيلة وتشريف العيلة حتى بعد بمات الوالدين، كيف إنه بيكون لهم اهتمام فيهم. وهذا الإشي حتى بنشوفه عنا في حضاراتنا في العالم العربي، وحتى إنهم بيقدموا ما يسمى بالقرابين حتى يعبروا عن احترامهم لوالديهم وللعائلة، وخاصة بيركزوا على تعليم الفرد احترام وتوقير الإنسانية بشكل عام. فاحترام الإنسانية كتير عنا إياها في الهند مثلا وفي المناطق هاي في آسيا. طبعا في عندي كمان يي أو بسموها يتي اللي هو الاستقامة، ومعناها الالتزام بالتضحية. والإنسان بتركز على الإنسان الكامل، الإنسان الأسمى اللي بيكون مثالي، واللي هو نقيض الشخص اللي بيكون ضعيف أو ضئيل، طبعا اللي هو عكس السام. عشان هيك كونفوشيوس هو وأتباعه ركزوا على ما يسمى بمبادئ معينة، مثل إنه جعل الناس عظماء. كان كتير يعني يهتم كونفوشيوس بأنه كيف يتميز الإنسان، كيف الناس يتميزوا يصيروا عظماء، كيف يطوروا الإنسانية وأنهم يرجعوا للقلب وللفضائل الاجتماعية. طبعا هذا الحكي اللي هلأ نشتغل عليه في التنمية، احنا التنمية الإنسانية والتنمية المستدامة والتنمية البشرية اللي بتركز على الإنسانية ككل والفضائل الاجتماعية. حتى بيركزوا على أنه كيف المرء حتى يكون عظيم لابد أن يحقق أشياء معينة. في الفكر الصيني الكونفوشي عندهم تحقيق عظمة داخلية، أوكي، اللي هو يعني الذات تكون عظيمة، اللي هو يعني تركيز على شموخ الروح والسلام الداخلي. في عندنا عظمة خارجية اللي هي القدرة على العيش بصورة جيدة. طبعا الفلسفة الكونفوشية والصينية بشكل عام تركز على مبادئ معينة، مثل التكامل، مثل اللا تناقض، مثلا تنظر للأفكار اللي بتخالف أو اللي مختلفة عنهم بأنها متعارضة. كمان يعني بنفس الوقت لها أساس مشترك بين الأفراد وبين الجماعات، وبعتبروا أن الخلافات بتكمل بعضها البعض ولكنها مش متناقضة. تمام؟ إذن هاي الفكر الأساسي عند الصيني، الفكر الصيني الكونفوشي أو الكونفوشيسي. طبعاً الفكر الصيني الحديث هذا قديماً اللي حكيناه، أما حديثاً تحديداً عند ماو تسي تونغ بسنة 1890 ل 1971. الفكر الماوي، في عنا إذن إشي اسمه بالنسبة لماو تسي تونغ، أخذ تأثير كبير. وبرغم من كل التأثير اللي كان عند الزعماء والرؤساء لماو، كتير أثر عليهم على الفكر الماركسي اللي كان فعلا يعني مفكر ماركسي بمعنى الكلمة. ولكن بيتفقوا الجميع أو الدارسين بأنه مبادئ الكونفوشية والفكر الصيني التقليدي كثير بندمج مع بعض. الأهم صالح هذا الفكر الماوي مادي، أول إشي إنه لا يوجد نظرية مجردة، ما في يعني مش مثل الفلسفة الماوية، مش مثل الفلسفات اللي هي بتكون نظريات مجردة، لا، هي عبارة عن ارتباط يعني عام بالممارسة،
بمعنى التطبيق والممارسة هي الأساس. يعني حتى لو بنحكي عن نظرية لها هدف عملي، شو الهدف؟ اللي هو التناسق، الانسجام العظيم بين الفكر الصيني القديم والعالم. تمام، هاي بالنسبة للماوتسي تونغ. هلا الاهتمام ايضا بالوضع الانساني اللي هو له الاولويه، بيركزوا على اصلاح الاشياء. فبالتالي وظيفه الدوله والحزب والقائد انه يوصل بالانسانيه لمرحله ارقى، هذا دوره. طبعا النسبه المزدوجه بين الجدل الماركسي والصراع الاضداد، يعني تراث الفكر الصيني، نقطة جدا مهمة. إذا هم تأثروا بفكرة الجدل الماركسي أو الفكر الماركسي في فكرة صراع الأضداد، يعني بمعنى مثلا نور وظلام، خير وشر، أي صراع الأضداد اللي بيكون عادة. المقاربات، يعني خلينا نقول العلاقة بين المعرفة النظرية والعمل اللي نسميها الممارسة، المعرفة اللي هي النظرية والعمل اللي هي الممارسة، بحيث إنها تنسجم مع الماركسية والفلسفة الصينية القديمة، بمعنى إنه هن عبارة عن وحدة بين الطرفين، وما بتحقق هذا الإشي في صحة النظرية إلا بعد ما يتحقق من صنع الممارسة نفسها. تمام، إذا بنحكي هون عن النظرية والممارسة، إلها مدلولاتها بالفكر الماركسي والفلسفة الصينية القديمة. نختم هذا الفصل بأنه نحكي، أو بهذا الجزء بأنه نحكي أنه فكر ماو اللي هو يعتبر ماركسي، بينسجم نفس الوقت مع الفكر التقليدي الصيني اللي كان سائد قديما، اللي هو أهم فكرة فيه أنه بيعتبروا الكون يعني كأنه مركب أو تركيب ديناميكي مطلق بالإطلاق، بتكون من كل الأشياء الموجودة، واللي بيحكمه هو التناقض، قانون التناقض بين الضدين حكينا عنهم قبل شوي، اللي هن بيتكاملوا في النهاية حتى يعملوا يعني جدلية معينة في الحياة هي عبارة عن الكون نفسه. هاي يعني باختصار الجزء الشباب المتعلق بفكر الشرق ودياناته كجزء من مادة الفكر والحضارة الإنسانية. بدي أوقف هون وخليني أسجل الجزء الثاني في بيتي. تمام.